بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عند داود ريال سعود وهذا النور أفكادي أحمد. أنا وعي ركاد دون هذه ربي قدروا أرمها دولة قبلات كتشبلان إيو أرنتي شلا كده على الجرون كمجال ذاك اسمائيو عاصمة كمجال كتشبلان. عن إني قاعد دارنا إن وضعنا صارنا هاي أو مال بنكسي سعنا وسارد بنكسي سعنا وعن هؤلاء كسر لما يسنا إن أمريكا أنت أمريكا إنك قدبو مجال ذاك اسمه يصل لسعتان بشالي وحى كده عي رين أدو فالحون كدب مركي أي ديارة أي ليهين إذا ما يتوب أي صود أي سو هود صوب شه هود مجال ذاك اسمه يو ديارة سي ديارة أيضا بهيت سال الشيء وحى لسعتي ووركوا الشيء يعني لسعتي سجاشن هي أفر أسكري أو كترسن إذا ما ذكمان دوسكا دولة إثيوبيا وعكلوا لسعتي أفر دولية أو ماركتي ديارة داسي قارة وذي قارة أي لسعدين وذين أي ماركتي لسعدين ديارة دو وح ورقة أو ماركتي أي سوسي سي مامل كجرونكا أي مامل كتشبلان مدن وسنشرين ديوانكي ديارتها شلي إيمانا يمجال كسمايو أما قرون كسيد محمد عبد الله حسن يكسو الدقان كو قرانو كما أين تشرين إيادو أن لغو ورقبين أو مارك تي أن حق تيد اللهينين أيي هودا صوغ الشيء خادار كيبا قبطي كدب وحا الله اللي مامول كي قرونكا وحا اللغو أمري إن أي سنسود دقي كرين أو أي هالكا كلابطو ويكدقا أضيقين كدب وحا مامول كي قرونكونا أي كو أتكيستين إن أيضاً سنبه أسود ذكرين إسلام مركزنا وحى للدياريي هو كلتك الديارة ذها أو جرانكا إنت هسي مركز دعدي وحى جرانكا يدنا وضدي جرانكا صاق بصدي أو صار قان صدي إذا ما ذي توبيان كها كسرنا ديجان كمردماتو دولت كمجرد كسمايو إذا ما هسي مركز صاق بصدي وضدا وحى جدوية وهرستاغي وإن قرون كالقلام يديدي إذا مدى مامل كجبلان إيه وليبا أوتوبية كترسان إذا مدى دولة دبكاية كسوغان قرون كسيد محمد عبد الله حسن مقالة كسماي إنتاسي مركي أي دعضي إذا مدى يتوبيان كان مركي أي يبدين ماشا ماركتين لي سورتاغي وماشي مدو نص أنا داهضو ربع ساعة يمشي سر تجنيين وحال الشيعين هدنا الديارة دي أي مركّل كسر نقطتي هودا جرانكا أو أي هدنا صوّق شيء هودي مركّي أي صوّق شيء خان ويجي أي ديارة بكسر دقي لهيد وحال وجوي بابور تلت كديارة ذها ماركتي جرانكا كسرنا قار رأيليهن دولة دس كينيا قار رأيليهن مملكة جبلان أرنتي مركّ هالكاس مركّ أي مريس الديارة دي وحال وأمري إن أي هدي أي مركز يسكت صوت ذي ذا إن الجيران كصوت من ماركتي لسور ذي دونه أعواد ما كله كل مدونته لكن ديار دويل لابطي إذا ما ذي توبيان كها ماشى سكور تجنان يجني دبوا ولا بتن حري أو دبوا كل بتن هالكاس أيو شلي وحمري ديار دي شلي وحال الشيء جي حالي وراك دون قارو حي الشيء جي إن أي كوية المجال هذا بيرد أبو حرنتا دولة جغلات تكون فرق البيت ذلك الصومالية هالك وراك لا يورنا ين ما يو حي كوية تيجرون كأذن عدة المجال هذا مقدشو يضع وراك قارها أي أنت هسيكون دريان هنا يسون لبضع مدن كويةين أيوجد تي ذلك يسوتج إمارات عرب تجارة هن المجال هذا دبي وركاس يوردن ما حقيقين كرد ديارة داس حالي ماشي وهو يتي لكن ديارة دو مركي هرا واحد كسوق عضي جرون كم مجال هذا جودي سومالي ستيت جودي وحرونت الجول كشبل سومالي ستيت هالكاس أي كسوق عضي شالي سداس وحود عي واحد بعطوه أنت كوي إنما يسندعين أنت مركي اللي جاي ما دو ساكت شوي مجال هذا كسماء يساي كسوق أنت هاي يمارك في حال ذي جدا بيجي يا مشرحين تي أو ما أنت اللي هو وضعين أي خطبة هذا الجديد أنا رمها سيردن وحى المشرح الدونة أو أنكوري كنا يا صاحب كي عبد الرحمن محمد أحمد مستر فكاردو أو حق الدمبة فديا عبد الرحمن سيردو ومحاو الدمبة مجال هذا اسمه بسم الله الرحمن الرحيم نورو مجال هذا اسمه ساكو وتشي ويدو اسكت كيني
جو ديار جرو أو حكوت جرتا حالات دجالة لكن واحد قريات في سكب حي أما لك على هيا يمو يجرو شلي اسكدي ولا سمي هذا فولك إنه إني أمني اسمه أيوه ير عام هام بري تجيب بلانيني لجو خلف الجليه لا تمعي مر هذا يا دلعسيق يا دويرة تبي تكلم مع ناس هذين دلع من أوكي هذا كده مركا وحان ها إن رجيب لان مركا وي كتشدين هن هانتينا هذا ما ينتشدين ما له رجيب شدين ما ننتي أحمد الوطن في أبسطه ويتشدين أنا كنت شدين إنه لقد قليه ذي أي لعشدان أي لعشدان أنا إن وحكر كي يمدون فرق قليل كسمينين أقولان شان عدنا بك مرة بعنا وعطيه أقولان شعيد كربان برلمان كي وقت يحصل شيء قعن تاقة كقعدي يا وحنا طلنا هاي صح انت امريكا اللي جاي ما ادو ولي لكن حق دستوري كتاين ها حق دستوري كتاين انت امريكا اللي جاي ما ادو وحا ما انت سعودا خطبها مشرحين ده لا فيلا يا اني بلودان مردو سدا قشوي هي مشرحين تخطبها امريكا دمالان اسلا بالربا اني دارشد دعوه معقول اسلا بالربا قدي دارشد اود بقول هنا اني اسلا بالربا دعايس ادان اودو ده كامل هاي وقتي جانجو انت واحد دونان بعد يكسين كران وهي حالة دقال بيو كجيران والا صوو يرريا هنا يسود تجيان حق بوليه عنا كلتا إلا هنا بريبا عما مانتا ودورشادا اي كردقال انتا مركي اللي يقب يتبو إثوبيا رمانتي ولو انا هدا ما قالي عدي سوادح سعونا دح جوبي ننكا نوالانا وإيه بيا ما حدنا اوغم اللي حان انو اللو قد دوضا قد يدن دا وحي عن aragtida nada iyo maxaan ku dhahay fikir kanaga nadiyad sabaan joogna ogama leexanayn waxa lagu gumaysta Soomaaliya waa goday saldhiga goday ku yaala iyo kan ku yaala baydhaba labadaas saldhiga hadii aynan meesha ku ooli lahayn Soomaaliya sidan way dhaami lahayn wadamaha waxa ku dhisan doonta aad macad sida usoo socoto farmaajo wuxuu aaminsan yahay Axmed Madobe iyo nimanka kale ee Ethiopianka in Ethiopianku xigaan waay Axmed Madobe Ethiopianku weeraraya en marka ama goday hadagta diyaaradu ama ka soo duush okay say marka farmaajo wuxuu karaan Ethiopian iyo Axmed Madobe markay is qabtaan sidee Ethiopian macnaha u xigi kara dan bu kale hay dan saacada koobana oo ah in Axmed uu meesha dhaaf laakiin انت قف اكو دمانايسا مو انا حساب تمن انت قف باي دبا كو دمتينا حمونا كبرني مركا حالدا اوكي فرماجو مدحوينه فرماجو ومدحوينه دوله فدرالك الصوماليه ما وخه كفكريا ان سيدي مختار روب وانت احمد مدبا قبطه او ديارات ميليتري ايتوبيا ليين سارو انو ادن عدا كدجيه كدب نحبسان لا قوني كخره dan kala malaha danta oo kulba diyaaradu soo diray maanta hadii hatta uu xiri kari waayo uu toogo isdho uu toogan kari laha waayo wuxuu ka jecel yahay inuu xiro inuu toogto oo la waayo waxa misan yahay laba bariyo in la buuqbuuqi bal saddexaadan xaaladu siduu rabay ay ku noqonaysaa laakiin kismaayo muuna baranin caadadeedu midaas ma oo meel dagaal qarni iyo socday ay ka dhici jireen gordowid post yar oo soo gelisay facebook baan arkay muxuu ahaa postigaas waxaan arkay waxaan sawir la ii soo diray ciidamada daraawishto aad u hubaysan oo ku sii socda garoonka oo wadadii garoonka Ismaayil u dhaxaysay socda sax oo aad iyo aad u hubaysan oo wajuu fara badan leh sax ku dhawaad ila soo dumeeyay gaari oo technique goorida dagaalka yaan arkay markaa waxaan idhi Ismaayil bay dhaba ma aha marka bay dhaba si fudud lagu qabtay oo roobowna la xiray Ismaayil bay dhaba ma aha شات جود يعني سجران كان سيد محمد عبد الله حسن روك شات جود ما هي مركا احمد نشريف ما ادري احمد نشريف ما وحصل المركب حق ودي وحاتري وحصل ما حكى اسمايا بيدو ما احمد شريف ما سيد حي عبد الله حسن شات جود ما هاتي دنت انا وحاس ودا كلا وحي هي فرماجو سيدي بيدو كو قبته فودودايت اسمايا كاي سورو غلي ميس هي marka wax yar xogaa dibto isu yar qabo sax yani jubbaland kaga xisaabtan butlaan oo kale kaga xisaabtan koonfur galbeed waa haga waan fahmay markii taa laga yimaado nin baashalay nimankii kaftan kas nimankii kalamaan yaan dagaysanayaan aad ugu qoslay wuxuu yiri
maamul goboleedada wixii laan raacsan wa international la ma qaban karo buu haye farna lama saari karo haye wa wixii laan la raaciyo buu wixii laan la Somali laan Puntland Jubaland laan hadu raacbu buu dowladda federaalku ma awooday iska deysay buu Hirshabeelle Koonfur Galbeed Galmudug waxa sawal walaaqatay marka di laan laan la arko laan tuwa ay onigaas in aad buu marka marka Puntland iyo Jubaland iyo Somaliland iyo kuwaas ma gal gartay faraha laga la buu dhilaan hadaan maqasho buu marka mid ree gul ragal midiga wuxuu yiri galmudug laan baan la baxayna wallahi billahi marka galmudug laan baan la baxayna laan la baxaan nimanku marka adey kale yaanta naga daayaa waan gartay afgado warqad xal ka soo baxay gudiga madax banaan ee doorashooyinka waxay sheegeen in doorashada ay la wareegtay oo la wareegay gudoonka baarlamaanku maaragtay wariye ku sugan magaalada Kismaayo oo aynu mar dhaweyd qadka telefoonka aynu si wada jir ula xiriirnayna wuxuu ino sheegay wariye Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Kismaayo wuxuu ino sheegay in khudbadihii maanta ay bilaabanayaan sida hadda adigu baad ka warbixisay wuxuu ino sheegay in ay suurtagal tahay in maanta gelinka dambaba doorashada la qabto laakiin sida ballantu ay ahayd berri oo khamiisa ayaa doorashada ballanteedu ahayd marka aad isku soo xooriso wariyahaas inoo warramay Kismaayo ku sugan hadalkiisii iyo maaragtay jawiga hadda Kismaayo oo khudbadihii ay ka bilowdeen iyo waxaas oo dhan marka aad isku soo xooriso iyo dagaalka lagu wado maamulka Jubaland iyo ciidamada Ethiopia loo soo adeegsanayo iyo maaragtay dawladda federaalka Soomaaliya kolba warqadan yar ay soo saarayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dalka Soomaaliya waxaas oo dhan marka isku soo xooriso berri ugu dambeyn maxaa Kismaayo ka dhici kara horta wixii dhici kari lahaa isku dagga dagaalkan baa intan baa ay weyna dhacday dagaal xabad afka ka baxday ay dhici mayso sida rajaynayna ilaahayna naga hayo laakiin qayl qayli iyo iyo cananaf iyo caraata fara badan iyo isku day iyo hanjabaada iyo inaa soo dhacdhacaya inaasna diyaar baa loo yahay dagaal xataa hadii ay soo qaadaan dagaalkeeda diyaar baa loo yahay marka Kismaayo Kismaayo gacan rag bay ku jirtaa gacan dumar kuma jirto faraha laga qaadan marka la aanigu marka waxaad leedahay wax wanaagsan baa ka dhacaya waxan kama dhacayaan waa yahay kolkii la feeriyo dastuurka ku meel gaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo marka la feeriyo dastuurka dowlad goboleedka labaduba waxay qeexayaan in arrimaha gudaha maamul walba uu isagu xaq u leeyahay in uu arrimihiisa gudaha iyo hawlihiisa yaryarka hadday doorasho tahay haddii ay maaragtay ismaamuli tahay waxaas oo dhan iyaga gudahooda in ay u madax bannaan yihiin maamulku u madax bannaan yahay maxay tahay sababta dowladda federaalka oo iyadu shan qodob ku leh dastuurka federaalka oo shanta qodob ay arrimaha dibadda arrimaha ciidamada iyo maaragtay dhaqaalaha iyo xuduudaha iyo ay yihiin maxay tahay waxa dowladda federaalka kaga daadsan arrimo guda oo maamul goboleed neew dastuur horta laguma dhaqmayo dowladda federaalka dastuur kuma dhaqmayso farmaajo inuu soo noqdo rabaa haye farmaajo waxaa soo saaray waqti doorashadkiisii hore ninka la yiraahdo Fahd Yasiin Fahd Yasiin inuu farmaajo soo celiyo rabaa farmaajii iyo Fahd Yasiin waxay yidhaheen annagu rag baanu hadda la dagaalamayna waxa maana qabanay triibkana triibka dambeyna wax qabanno yaanu rabnaa haddii marka triibka dambe ay wax qabanayaan waxaa mastiya inay soo noqdaan soo noqoshadoodii marka ay soo noqon lahaayeen soo noqoshadoodii ay soo noqon lahaayeen waxaa ku xidhan oo shuruud ah inuu Axmed Madobe baxo Sharif waa baxay waa hal cod ninkii la odhan jiray Cali Cusabla waa baxay waa laba cod laakiin Galmudug ma ii sheegay Puntland iyo Jubaland dhan hadday maraan kala ugu tartamaya wuxuu noqonayaa Galmudug waa hadda iyadana xaalkeeda bariga dhexe yahay marka waan arkaynaa wixii kasoo baxa haddana waxaan soo galay meesha u socday waasaas khayr iyo barwaaqo idin rajaynaynaa waxaan soo galnay albaabkii wasaaraddan soo gaadhnay oo ah wasaaraddii aan ku soconnay tan iyo kulanti dambe waxaan isugu soo noqon doonaa haddii rabbi qadaro markaan wasaaradda kasoo dhammaano ayaanu
muqaal kale idin soo gudbin doonaa hadii rabo tadaro oo ara waa kiraay halo si wada jir idin ku soo qaban doona laa jarsina inta ma aragtay aanu taa ka gaareynana waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadiino fi amaanillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh sama